السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانفا عاملة ميزة جديدة اسمها ماجيك ديزاين، بتمكنك انك تحول افكارك لتصميم رائع من خلال التمبليت القوي اللي عندهم. بمجرد ان انت ترفع اي صورة يبدأ ان هو يعمل لك صور كتيرة جدا، تقدر بعد كده تعدل الاسم لو انت حابب. بدون اي جهد تقدر تعمل تصميمات رائعة. طيب خلينا نقول له جرب ماجيك ديزاين، ودي من الحاجات القوية في الكانفا ان هو عنده تصميمات تمبليت كتير جدا، ان هو بيتعاون مع شركات كتير جدا. تقدر تعمل كده لحد ما تختار مثلا ديزاين زي كده اهو، ممكن نعمل له كاستمايز للشكل دوت. تمام، طيب خلينا نعمل له كاستمايز. كل عليا ان انا ابدل صورة بصورة، يعني بسحب صورة واحطها هنا، اسحب صورة واحطها هنا. تمام، يعني ممكن اعمل ابلود لملف، ملف صورة اهو، وليكن مثلا الصورة ديت. كل عليا ان انا بسحب واحط، يبدأ يعمل لي ريبليس. هنا في تكست اقدر اعمل سيليكت واكتب الاسم اللي انا عايزه بالشكل دوت. مجرد ان انا بعمل تعديلات، وتقدر تعدل زي ما انت عايز، تقدر تغير. فدي من ضمن الحاجات القوية، تقدر تعدل زي ما انت عايز، تقدر ترسم لو انت حابب بالشكل دوت. تقدر تحط اليمنت من هنا من الحاجات الجاهزة، يعني دي مثلا كنت انا بستخدمها عشان اظهر بعض الارقام، فتقدر انت تحطها مثلا حاجة بالشكل دوت اهو. طيب بعد ما تخلص ممكن تقول له شير، وتبدأ بقى تختار هل تعملها داونلود. تمام، يجهز لك هو انه يسيفها لك بي ان جي او جي بي جي او بي دي اف او زي ما انت عايز. لو هي فيديو تقدر تحولها ام بي 4 وتقول له داونلود، او ممكن تقول له انا عايز لينك اشاركه مع الناس، او عايز ان انا اشاركه في جوجل كلاس روم او تيم، يبدأ يديك لينك تشار عليه. ممكن تعمل سكان ديت، تختار بقى الكلاس روم اللي انت شغال عليه.